مرحبا أصدقائي، سعد لي أوقاتكم. طبعا مثل مو مكتوب بالتعليق، هون الأخت حاصلة على إقامة الخمس سنين بأقل من شهر. يعني هذا أكيد خبر كتير حلو وكل الناس تتمناه، وأنا بتمناه لكل الناس عن جد. بس حبيت لكم إنه بهيك حالة نادرا حتى الواحد يحصل إنه بإقامة خمس سنين بأقل من شهر، نادرا جدا. لأنه أول شيء الكل بيعرف انه هلا في ضغط وفي ازمه، اوكي؟ فيمكن واحد من كل 1000 او من كل 2000 بيحصلوا على هالسرعه الاقامه. طبعا انا باركت لها والف مبروك، برجع بقول لك الف مبروك اختي، وان شاء الله بتمنى كل الخير للجميع. بس انا رح اقول لكم على شغله كثير مهمه، اوكي؟ وحطوها ببالكم. هلا في كثير ناس بتعرف هالمعلومه، بس الناس ما بتعرف المعلومه انه هولندا بلد الحظ. هولندا بلد الحظ، يعني ممكن انتم بهالوقت الحالي تحصلوا على الاقامه وعلى الـ 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 شو اسمها لم الشمل باقل من سنه، وممكن لا تتاخر. يعني هولندا بلد الحظ، صار يمكن ثلاث ارباع الناس تعرف هاي المعلومه. بس انا حبيت اعلق على اختي يوني انه، او ارجيكم التعليق، انه مو بس انا عم اقول، في كثير ناس بتقول انه هذا نادرا جدا لواحد يحصل انه اقامه خمس سنين باقل من شهر. هذا خبر كثير حلو عن جد، بتمناه لكل الناس. اصدقائي تحياتي لكم. اي سؤال استفسار عرقولي بالتعليقات، واذا بتحبوا تروحوا على اليوتيوب، حاطط الاشاره اليوتيوب فوق على تيك توك، روحوا اشتركوا معي بقناتي على اليوتيوب. تحياتي لكم، باي باي.